حديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل ممكن نشرح هذا الحديث في البداية؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح وذكره غيره، والحديث يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث بنصه كاملا، والحديث فيه فوائد وأخبار عدة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهذا محمول على أمرين. إما أن يقال لا يدخلها ابتداء، أي لا بد أن يذوق العذاب شيئا ما منه جزاء على الكبر الذي في نفسه، أو أن يقال لا يدخلها خلود أهل النار فيها، يعني لا يدخلها خلود الكفار، فإن الله عز وجل يجعل الكفار خالدين في النار. وأما عصاة المؤمنين ممن كتب الله عليهم العذاب ولم تلحقهم مغفرة الله، فإنهم يعذبون إلى أمد، لأن الله قضى أن يخرج من النار كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو برة من إيمان أو حبة خردل من إيمان، فغاية أمرهم ونهاية مآلهم إلى الجنة حتى لو كان فيه شيء من الكبر. لكن المعنى كما قلنا، إما أن يقال لا يدخلها ابتداء، وإما أن يقال لا يدخلها دخول الكفار الذين يخلدون فيها. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لما قال هذا الصحابة تلقوا الخبر فأحب بعضهم أن ينظر ما وراءه، فقال: يا رسول الله، إن الرجل يتكلم عن الجميع يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أي أن الناس فطروا على أن يعنوا بثيابهم وبنعلهم وبالأشياء التي ينظر الناس فيهم إليها، هيئة تكون مقبولة، هيئتهم تكون مقبولة لدى الأعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق ما بين هذا وما بين الكبر، وقال: إن الله جميل يحب الجمال، أي ليس هذا الفعل وليس عناية الرجل بهيئته وليس نظافة ثوبه وطهارة بدنه وحسن نعله وجمال هيئته من الكبر في شيء، إن لم يكن ينوي ذلك، بل إن ذلك مؤيد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين مراده بالحديث لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال: الكبر بطر الحق. بطر الحق بمعنى رده، فيأتي الإنسان يتعلق بأي شبهة ليرد الحق، فيكون الحق جليا كشعاع الشمس ومع ذلك لا يقبله، إما حسدا أو بغضا أو حرصا، كبر في نفسه. الله ذم أهل المعاصي فقال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، نسأل الله العافية.